مساء الخير، اهلا وسهلا بحلقه جديده من برنامج استوديو بيروت، اللي هي ليست في استوديو ولكن لاسباب امنيه في مكان ما في الشرق الاوسط. ضيفنا كما قالت احدى الصحف العربيه انه الصيد الثمين، اذا لهذه الاسباب الامنيه نستضيف الليله الشيخ لؤي الزعبي، وهو امين عام حركه المؤمنون يشاركون الحركه السلفيه في سوريا. في استوديو بيروت الليلة، من هم السلفيون في سوريا؟ ما هو حجمهم؟ ومن هم أعداؤهم؟ كيف يرون مستقبل التعددية في المجتمع السوري؟ شيخ لؤي الزعبي، يعني أنا قلت لأسباب أمنية نحن مش باستوديو ولا في مكان يمكن أن نقوله، هل أنت يعني خائف على حياتك؟ هل هناك تهديد مباشر على حياتك؟ للحقيقة الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. مع العصابة المسيطرة على الحكم في سوريا الكل مهدد، كل مخالف في الرأي هو محل تهديد، ولكن هل أخاف على حياتي؟ إن شاء الله لا، لأنني لست أغلى من أي شخص يخرج في المظاهرات فيقتله هؤلاء. إذا بتسمح رح نشوف بهيدا الجرافيك، من أنت؟ لؤي الزعبي. من هو لؤي الزعبي؟ الزعبي هو الأمين العام لحركة المؤمنون يشاركون السلفية السورية من محافظة درعا في سوريا، من الأفغان العرب الذين قاتلوا السوفييت في أفغانستان، عاش في السودان عندما كان يأوي أسامة بن لادن، قاتل في صفوف مسلمي البوسنة خلال حرب البلقان، من معارضي هجمات 11 من سبتمبر على الولايات المتحدة. أنا لؤي العرعور، لؤي كيلو، أنا لؤي الأطرش، لؤي زيادة اللاذقاني، لؤي صقر الخير جديد، أنا لؤي الشعب السوري بمسيحييه ودروزه وعلويه ومسلميه، أنا الشعب المظلوم الذي خرج ليطالب بمظلمته فقتل. انتو شو حجمكم بسوريا؟ يعني انا السلفيون عامة يشكلون غالبية المسلمين بشكل يعني اكثر من 60% من المسلمين، من الطائفة السنية، من الطائفة السنية، مع إجلالنا واحترامنا لكل الأفكار الأخرى، لكن كقاعدة شعبية هكذا، كقاعدة شعبية. أكثر من الإخوان؟ أنا لا أريد سيدتي، عاهدت الله عز وجل أن لا أدخل في مقايضات ولا مقايسات مع أي أحد، مع أي أحد، لا إخوان ولا سوى إخوان. أنا أدعي بأن القاعدة الشعبية بما فيها قاعدة الإخوان نفسها باتجاه الرجوع إلى الكتاب وصحيح السنة، هي مسألة حتمية. كم أنا من السلفيين؟ إن شاء الله أيضا أكثر من النصف، هذه الفكر، هذا الفكر الجديد أكثر من النصف، وهذا الفكر أيضا لا يوجد بالبقية من السلفيين اللي هو النصف الآخر من السلفيين، لا يوجد تكفيرين، هناك سلفيين اعتياديين وهناك سلفيين حركيين، أنا من الصنف السلفي الحركي. يعني شو؟ يعني الذين يريدون أن يتعاملوا مع الآخر ليس بشقه الدعوي فقط، نحن نريد أن نعايش المجتمع سياسيا علميا ثقافيا فكريا اقتصاديا واجتماعيا وسوى، يعني لا أريد أن أكتفي بالجانب الدعوي فأكون تابع لجهة ما أو ألتزم أجمد فكري باتجاه فتاوى معينة، هذا هو الفرق. الآن نحن نريد أن نفهم الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، مش الذي نريد أن نفهمه عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم شو وضعكم بالمعارضة السورية الحالية؟ يعني نحن بنعرف أنه في تنسيقيات، في شباب، في حركات ليبرالية، أنتم وين موجودين بمعادلة هالمعارضة هاي؟ نحن طوال الفترة الماضية كنا نعمل في الميدان، بمعنى الميدان مشان ما يفسر من بعض القنوات أنه ميدان عسكري، كنا نعمل
في التظاهر وفي دعم المتظاهرين اقتصاديا وتشجيعهم من الناحية الدينية، وتركنا للإخوة الآخرين كثير من الإخوة أن يتمأتروا ويتمجلسوا ويتهيئنوا ويتنسقوا لنرى ما القطاف التي يمكن أن يكونوا قد أفادوا بها الشعب. نحن نجل كل المعارضة، كل المعارضة، كل كاملة بعجرها وبجرها، بالذي يوافقني والذي يعاديني حتى من. بس فعليا انتم ما شاركتوا. لكننا نريد من هؤلاء الإخوة أن نفهم ما الذي قدموه الإخوة. لا، في هناك مشاركة لكن لم تكن مشاركة مباشرة حتى استكملنا ما أردناه على الأرض. ومين اللي عمل شعار العلوي بالتابوت والمسيح ببيروت؟ هذا من لا يعرف الإسلام، واحد من اثنين، إما من لم يعرف الإسلام أو الذي أراد أن يشوه الإسلام. لذلك أنا جالس مع حضرتك، أنا لم أخرج لأعطي ضمانات. الآن أنا لست خارجا لأعطي ضمانات سيدة جزيل، أنا خارج لأكذب وأمزق تلك الصورة التي حاول النظام أن يلصقها بالمسلمين عامة وبالسلفيين خاصة. لم نطرح ولا نطرح ولن نطرح ما يقرب من هذا الفكر، ما يقرب إليه قربا فقط. شو علاقتكم بمثلا مجلس الوطن الانتقالي؟ هل أنت عضو بهذا المجلس؟ نحن يعني أي هيئة تمثيلية للثورة السورية أول شيء نحترمها أيا كانت كنا فيها أو لم نكن، لكن طلب من بعض الجهات منا أسماء 5 أشخاص وقدمنا لهم هذه الأسماء، والآن حتى الآن لم يناقش إدخالها أو حجم دخولها في المعادلة. لكن نحن نريد يعني أن نفهم ما الذي سيقدمه المجلس الذي نحترمه ونعتبره مرجعية وطنية كبيرة عند استجابته للمطالب الشعبية. يعني أنتم مش مشاركة فعلية، أنتم بعدكم بمراقبة لهذا المجلس؟ نعم، لأننا نخشى الفشل، نخشى أن نشارك في دماء الشعب السوري بتجارة المؤتمرات والمجالس، لأن فشل هذا المجلس يعني قد يؤدي إلى تأخر الثورة لأسابيع قادمة. لا نعلم كم المشاورات أو كم التمثيل الذي يمثله هذا المجلس. يعني هذا المجلس خرج أحد السادة ليقول أنه يمثل 80% من المعارضة. لا أعرف ما هذه 80%، يعني لا نريد أن ندعي ما ليس لنا، لا نريد أن نبيع أسماك في بحر غيرنا. نحن نريد أن ننضبط بالشرعية الشعبية والقانونية العربية والتغطية الدولية، نحن نريد هذا. إذا مثله المجلس الوطني فنحن معه بكله وكلكله. هل اعترفت في ليبيا؟ والوزير التركي التقى فيهم بالقاهرة كخطوة أولى ممكن أن يعترفوا فيما بعد. يعني بدكم اعتراف دولي عربي إسلامي بهذا المجلس أن تدخلوا؟ يعني لا لا أبدا أبدا أبدا، أكرمك الله. أنا أريد أن أعرف ماذا يريد هذا المجلس، ما هي الخطوات العملية على الأرض. يعني نحن قتلتنا في مقاهي الشرق حرب الكلمات، قتلتنا الترهات. أنا لا أريد شعارات، نريد أن أفهم هل هذا المجلس يطرح فكرة اللقاء مع النظام؟ هل هذا المجلس يطرح فكرة احتمال الحوار لبقاء هذا المتمردين الموجودين داخل سوريا؟ لا، قالوا لا. نعم، هم قالوا لا، هم طبقوا لا. ما السبيل الذي يطرحونه من أجل تحرير البلد؟ هناك الآن الحيثية التي أنا أقتنع بها سيدة جزيل، أنا أقتنع بعد جمعة فقدان الشرعية، بعد جمعة فقدان الشرعية، أن الشرعية أصبحت في الطرف الذي كان يسمى معارضة، وهو المجالس التي أنشئت كلها بدون استثناء والهيئات
والتنسيقيات ونحن اللي صغار شوي معلش وسوانا، هؤلاء أصبحوا هم الشرعية الثورية الشرعية الشعبية والحقيقية، وأصبح بشار وزمرته ومرتزقته من أصقاع الأرض، هؤلاء أصبحوا متمردون، هم مطلوبون للقانون ومارقون على السلطة الشرعية. أنا هالقد ما عم بفهم عليك معلش، بس أنه هن دولة معترف فيها ونظام معترف فيه، وما زال عم بيتحدثوا الدول بهيدا الموضوع. طيب هي وجهة نظرك. الخضوع معلش. لأمر واقع شأن، واعترافنا بهذا الأمر شأن آخر. نحن الآن نعتقد بأن الشرعية هي فيما كان يسمى معارضة. أكثر من ذلك، أنا أعتقد بأن الجيش الوطني الحقيقي الجديد هو الجيش الذي كان يسمى منشقا، والجيش الذي يقتل شعبه هذا جيش متمرد، جيش عصابات. يعني أنا لا أعترف به ولا أعترف به كل العالم. ضد 10,000، يعني في 10,000 منشق وفي 400,000 موجودين بداخل. ماذا يفعل 400,000؟ ليس الكم هو يعني الآن لو جئنا نحن وقلنا في 1,000,000 شخص يسرقون وفي شخص يسرق، من هو صاحب الحق سيدة جزيل؟ أنا أعتقد أن المسروق هو صاحب الحق. من الذي خرج الشعب ليقول أنت لا تمثلني، ومن الذي خرج الشعب ليقول يمثلني؟ لذلك أنا أمر واقع عندي المجلس الوطني أقبله، لكنني أريد أن أفهم ماذا يريد، إلى أين سقفه يصل؟ هل هو سقف الشعب؟ الشعب خرج سيدة جزيل بمئات الآلاف ليقول لبشار أنت لست رئيسي هكذا، وخرج الشعب السوري ليس كباقي الشعوب. باقي الشعوب تخرج لترمى بقنابل الغاز المسيل للدموع برصاص مطاطي بأسوأ الدول العالم وبأكثرها وحشية، لترمى بخراطيم المياه. بشار وأبوه من قبله ليس لديهم خراطيم مياه، ليس لديهم قنابل مسيلة للدموع، لديهم رصاص حي. يعني إذا خرج شخص في مظاهرة سورية أنا شعبي يخرج فيقتل، لا يخرج ليتظاهر فيضرب أو يسجن. إذا تسمح خلينا نتوقف لحظات لنشوف إذا أنتم عندكم سلاح، إذا الثورة فيها سلاح، وإذا مضبوط في مجموعات هي تقتل الرجال الجيش والأمن. نعود إلى برنامج استوديو بيروت، وضيفنا هو الشيخ لؤي الزعبي أمين عام حركة المؤمنون يشاركون. طبعا المؤمنون يشاركون يعني أنتم تشاركون الثورة، حتى لو عم تقولي أنه حجمكم قليل وأنتم منتظرين المجلس الانتقالي وأنتم منتظرين الهيئات شو رح تعطي كنتيجة، ولكن لا تعتقد أن المعارضة يجب أن تتوحد لأن يكون هناك برنامج عمل واحد يكون بديل ربما للنظام الحالي، وإلا العالم يعني لن يتعاطى مع هذه المعارضة. لذلك نحن نؤيد بشكل كامل المجلس الوطني الانتقالي من حيث تمثيله للشعب السوري وللثورة السورية ما مشى في ركاب هذه الثورة. يعني لا نريد أن نعطيه شيكا على بياض. نحن نؤيده تماما ونرضى أن يمثلنا حتى لو لم نكن فيه. نحن رضينا بأكثر من ذلك، رضينا بمن هو أقل تمثيلا من المجلس الوطني الأخير، بشرط أن يتماشى مع ما يريده الشارع. نحن أبناء الميدان هكذا سيدتي. إذا بتسمح رح نسمع ماذا قال دكتور رضوان السيد عن ما هي السلفية. السلفية كما سبق القول اتجاه عقدي متشدد في العقيدة وإلى حد ما في العبادة، ولكنه وبسبب هذا التشدد يتضمن دائما محاولات إصلاحية وتصحيحية، بمعنى أنه في المآزق والأزمات وفي فترات الجمود يكون السلفيون هم الذين يتصدون لما يعتبرونه انحرافا، وما كان ذلك يحدث مشكلة كبرى. لماذا؟ لأن السلفية لا يتعاطى الشأن العام ويقول بالسلطة القائمة، بمعنى أنه لا يمارس عملا عنيفا، لا يقوم بعمل عنيف من أجل هذا الإصلاح أو من أجل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، باعتبار أنه يقول بشرعية السلطة القائمة ولا يستحل الثورة عليها. ولذلك
يكون اتجاهه وعظيا ودعويا على مشارف العصر الحديث. في سوريا ولبنان الوضع مختلف منذ سنوات عن الوضع في مصر. السلفية لم تكن معروفة بمصر قبل الثورة، كنا نعرف أن هناك سلفيين وأنهم يمكن يبلغون مليون، ولكنهم كانوا هادئين تماما. في لبنان وسوريا نحن نعرف أن هناك سلفيين، وفي لبنان السلفيون قليلون، في طرابلس وفي البقاع لا يزيد عددهم على 1000-1500، وثلثهم في السجن. لماذا؟ ليس بسبب عقائدهم المتشددة، وليس بسبب الافتقار إلى اتجاهات الإصلاح في صفوفهم، بسبب تلاعب أجهزة المخابرات بهم اللبنانية والسورية. هل تعاملتم مع الأجهزة، أجهزة المخابرات اللبنانية والسورية في فترة ما؟ موضوع، خلي جزئين يكون الإجابة. نعم. لو أردت لو سمحت لي، الجزء الأول أن هذه الأنظمة البائدة الفاسدة هي عاشت أصلاً على قتل الشباب المسلم أو الإسلامي، قتله للآخر وقتل الآخر به، فهي تشيطن لنا الآخر وتشيطننا عند الآخر. هاي ناحية. أما الناحية الأخرى، الإجابة المباشرة على السؤال، قطعا لا يوجد ما يمكن أن ألتقي به مع هذا النظام. فتح الإسلام، لا أعلم تفصيلات عن علاقة فتح الإسلام ب النظام أو سوى النظام، لكنني بالقطع لا أتفق مع أي خطوة تدميرية مهما كان مصدرها. وعندما نخطو خطوة تدميرية أنا أدعو العالم أن ينتهي مني. جامعة العربية طالبت أن يكون في حوار بين المعارضة وأركان النظام، ليرة اللي رافضين؟ يعني الحوار أليس هو البديل عن حرب أهلية، عن اقتتال يعني الشباب في المظاهرات أو بغير المظاهرات في كمين؟ يعني كمان النظام يقول أنه في رجال أمن عم بيصير عليهم كمين من مجموعات مسلحة وعم يقتلوا. طيب، أولا نحن لا نستطيع أن نبني الطابق الثاني ثم نؤسس له. ما هو في بنود للجامعة العربية اشترطتها، خلي النظام السوري يطبق أو المتمردين في سوريا يطبقون مثل هذه، طبقوا، صاروا قاتلين. حتى الآن 53 من المتظاهرين في هذه المهلة اللي هي صار لها 3 أيام فقط. إذن هم لن يستطيعوا أصلا أن يطبقوا ولا بند ولا شرط ولا اقتراح من بنود المقررات التي صدرت عن اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية. ونحن، أنا أقول لك بصوت مرتفع، نحن نرضى أن نكون تحت المظلة العربية بكامل تفصيلاتها، تخيلي. لكننا نعلم أن هذا النظام لا يستطيع، سيدة جزيل، هذا النظام أدنى درجات الإصلاح يعني انهياره. هاي مسألة. المسألة الثانية أنه يدعي أن هناك خارجون او مشاركون، واتهمنا نحن في سلاح مع السلفيين. مع الثوار عم بيقولوا في سلاح مع مجموعات معينه. نحن لا نستحي من شيء، نحن نشجع الجيش الذي كان مشقا والان نسميه الجيش الوطني الجديد ان يدافع عن شعبه، وندعمه بكل ما اوتينا سلاحا وسوى السلاح. اذا هو الجيش عم بيحارب الجيش، هاي مساله. أما تدخلنا، يعني أنت يمكن تقولي طيب أنتوا ما دخلتوش، أنا أعيدك، عندما تكون هناك مظلة شعبية وعربية وقرار دولي، أن يعرف العالم كله أننا تدخلنا عندما نتدخل. سمعت شيخ، بدنا نسمع ماذا قال غبطة البطريرك الراعي المتخوف من وجود نظام متشدد. نخاف أيضا ألا نضحي بأنظمة مع كل ما يوجب من سلبية، العالم كله كل شيء فيه سلبيات، إلى أنظمة متشددة متعصبة تجعلنا نعيش بتوبة. أي سوريا بتكون في حال
هذا النظام انتهى؟ وهل انتم قادرين يعني انتم تكونوا البديل؟ انتم بتطرحوا حالكم بديل او كيف؟ اي دوله، اي مستقبل لدوله سوريا؟ في الطرف الاول نحن السلفيون بين قوسين المتشددون في سوريا لا نعترف بمسمى الأقليات في طرحنا الجديد. نحن نعترف بشيء اسمه المواطنة التي تسقط معه مسميات الأقليات أو سواه. إذا في رئيس جمهورية مسيحي بتقبلوا فيه بسوريا؟ نعم، ولدينا استعداد أن ننتخبه لأننا نريد الرئيس العادل. شو الدليل الشرعي؟ شوفي ست جوزيل علوي جزيل. إذا رئيس جمهورية علوي خليني فقط أعطيكي كيف، لماذا نحن يمكن أن ننتخب رئيسا مسيحيا تماما إذا عدل في الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في هجرة الحبشة الأولى والثانية أرسل صحابته لكي يحكموا بالنجاشي اللي هو المسيحي، وهي مسألة تاريخية ومؤكدة يعني. لماذا؟ لأنه لا يظلم عنده أحد. نحن نريد ألا نظلم ولا نظلم، فإذا توافرت هذه الشروط في أي شخص ينتمي إلى الوطن السوري، إلى الأرض السورية، وأنا لا أريد أن أخرج خارج سوريا على الإطلاق، لا بطرحي ولا بتطبيقي، أي أحد يعدل في هذه الأمة مهما كانت فئته أو طائفته أو لونه، أنا سأنتخبه أكثر ممن يمكن أن يظلم مهما كانت فئته أو طائفته. أنتم بتشوفوا الدولة دولة مدنية ولا دولة دينية؟ نحن نطرح دولة المشاركة الكاملة. نحن بدنا نعرف المستقبل، يعني شكل هالدولة السورية. أنتوا في غيركم في ليبراليين، بنعرف شو مشروعهم، نعرف شو برنامجهم الليبراليين. يمكن نعرف شوي كمان تنسيقيات الشباب كمان شو برنامجهم، بس بنعرف حزب البعث شو برنامجه، بس أنتوا برنامجكم شو؟ برنامجنا هي دولة تقوم على صناديق الاقتراع، ويكون ميزان الشخص هو ميزان مواطنة 100%. أنا جيت لعندك كشفة الرأس وما قلت لا، فأنا بدي أشكرك، بس كمان ما طلعت فيه كل نصف ساعة تبع البرنامج، ليش؟ هو هذا الجديد في الذي نطرحه. أنا سيدة جزيل، أنا لست موكلا في أن أحجبك، أنا موكل في أن أغض البصر. أنا أمرت شرعا أن أغض البصر، لكنني لم أمر شرعا أن أضع الحجاب على رأسك، ولا أعتبره لا نوع من الاحترام ولا سوى، لذلك لم يكن الأمر بالنسبة لي محط نظر أصلا. السؤال الأخير، كيف تشوف سوريا من هلأ للسنة؟ أنا أراها إن شاء الله سوريا بلا تجار ممانعة وشعارات، وسوريا مشاركة، سوريا سنثبت أحد الناس نحن أننا 100% لن نعادي فيها أحدا، ولن نكون مصدر للأذى سواء لشعبنا أو التجارة بهم ولا لسوانا مهما كان خلافنا معه. بس أنت قلت في الشرق الأوسط أنه العدو الحقيقي لنا هو خميني، وبالمقابل هذا كان العنوان فبشار، وبتقول كمان حزب الله بالمقابل، ليش؟ بشار الأسد سيدة جزيل إذا قتلني هو غير مؤاخذ، هو طبعا مجرم يعني على جميع الأحوال، لكن غير مؤاخذ. لماذا؟ لأنني أريد أن أنزع منه السلطة. السلطة مو مسألة سهلة ترى. بشار مخلص للإصلاحات بشرط أن تكون سوريا مزرعة له، بشرط أن يبقى أحرار ما يسمى الممانعة تحت حذاء الرئيس. الشعب السوري خرج فوق حذاء الرئيس عشان هيك قتل. النظام الملالي في إيران وحزب الله هنا، ما الذي فعله الشعب السوري له حتى يقتلنا؟ بس أنا هنا المسألة. هني بقولوا إنه منهم بحاجة لهم، يعني لا الجيش السوري ولا الأجهزة المخابرات. مش مزبوط هيدا الحكي. بعدين مين قتل؟ أين قتل الذين الآن يزفون شهداء في الضاحية وفي البقاع وفي بعلبك؟ أين قتلوا؟ في المراجع، في الملاهي، في الحدود الفلسطينية.
لم يقتلوا هناك. هل قتلوا بحوادث سير؟ لم يقتلوا هناك. شهداء بين قوسين طبعا. هؤلاء ذبحوا شعبي. بس مين قتلهم؟ الذي قتلهم انتم ما عندكم سلاح. أبطال الجيش السوري الذين حموا شعبهم. أنا في عندي مجموعة من الـ من الـ من الشباب من الجيش. سيدة جزيل، أنا في حركة المؤمنين يشاركون حتى الآن من فضل الله عز وجل قدمنا ما يزيد عن 3 مليون دولار للداخل السوري، ولم نأخذ ليرة سورية تبرعا لا من سوريا ولا من خارجي. هذه أموال تنظيمية، أموال حركية، اجتمع مجلس الشورى وقررنا أن نجعلها في خدمة كيف يعني الشعب السوري. فسر لي كيف يعني أموال أموال حركية. نحن كنا نضع تبرعات شهرية من أعضاء حركة المؤمنين المشاركون في صندوق خاص بميزانية للحزب. لما قامت الثورة قرر مجلس الشورى أن يجعل هذه الأموال في طبعا صار لنا 20 سنة نحن في هذا الأمر. شيخ لؤي زعبي، شكرا لوجودك معنا ببرنامج استوديو بيروت. شكرا للمشاهدين، وفاء، وإلى لقاء الأسبوع المقبل. الله يبارك.